متابعين معكم مشاهدي سبورة تي في بحلقتنا لليوم بحزال النهر، رح نحكي عن الدلالات الروحية للآيات المختلفة من نص الإنجيل بحسب لوقا البشير الإصحاح 11 والآيات من 29 ل 36. ها هو أعظم من يونان ها هنا، إيش الدلالات المختلفة لهذه الآيات؟ رح تكون محور حديثنا لليوم مع الأب الخوري يعقوب طحان كهن كنيسة مار يوحنا الديلمي بليت شوبينغ ومار أباي في مدينة خوف دبي السويد. بارخ مر أبونا بشينو بشلومو أبخو. ألو مبارخ بشينو بشلومو ويومو بريخو وعمرو أريخو. تودي ساقي أبونا، سعيدين بوجودكم معنا مرة جديدة عبر شاشة سوبورو تي في لحتى نغتني أكثر. بداية أبونا، مثل ما قلنا رح يكون في قراءة من نص الإنجيل بحسب لوقا 11 والآيات من 29 ل 36. تفضلوا أبونا نسمع منكن وبعد نفوت بتفاصيل الموضوع. إنجيل لوقا إصحاح 11 29 ل 36. وفيما كانت جموع مزدحمين ابتدأ يقول: هذا الجيل شرير، يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ذا أعظم من يونان. نعم. أمين أبونا. إذا بدنا نحكي بالآية الأولى اللي قال جيل شرير يطلب آية ولا يعطى له آية إلا آية يونان النبي، إيش اللي أراد السيد المسيح يعلمنا من هذا القول وهاي الآية؟ الواقع أنا اخترت هذا الموضوع اليوم لأنه احنا قربنا على صوم نينوى، صوم التوبة، وهذا الإنجيل كثير أحيانا يعمل تساؤل، فلهذا اليوم اخترت هذا الإنجيل حتى أوضح كثير شغلات ربنا أدلى فيها بالعهد القديم والعهد الجديد عن سر تدبيره الخلاصي. جيل الشرير يطلب آية. كثير مرات يسوع تعرض لتجارب، كثير مرات العالم سألوا ليسوع انه انت هو ولا نستنى واحد تاني، اذا كنت انت المسيح فقلنا علانية. مع العلم يسوع عمل معجزات، عمل آيات، شفى أوجاعهم، شفى أمراضهم، عمل شغلات كثيرة، وقال لهم إذا ما آمنتوا آمنوا بالأعمال اللي أنا بعملها. مع هذا ظلوا مستمرين يطلبوا آية من يسوع حتى يؤمنوا أنه هو المسيح. لهذا اليوم يسوع لما الشعب طلبوا منه آية حتى يؤمنوا أنه هو يسوع هو المخلص، ما قدم له الآية، قدم له نفسه هو آية للشعب حتى يؤمنوا. ضمن هاي الآية حط سبب مقنع أو سبب أساسي، هو التوبة، هو التوبة. لهذا لما قال هذا الشرير يطلب آية لا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، يعني آية يونان النبي هي آية التوبة. وهون ما قدم لهم آية للشعب، قدم لهم نفسه درب الخلاص والآلام والأوجاع اللي هو تحملها من أجل أنه يرجع الشعب ويخلص الشعب يرجع لحياته، هو لحياة الإيمان ولا درب الإيمان ولا حضيرة وإلى حضيرة السيد المسيح. وهون القديس كيرلس الإسكندري الكبير بيعلقنا على شغل كثير حلو، بيقول لما موسى قدم هاي الآيات ما قدم عن عبث أو عن شيء خيالي،
كان عم يهدف يقدم لهم شيء خاص حتى يكشف عن خطاياهم من أجل التوبة. فلما ربنا بعث موسى لعند فرعون قال له امسك العصا، ومسك العصا صارت حية. العصا بترمز للشعب العبراني، الشعب اليهودي اللي فلت من ايد الرب وراح على مصر، ولما مسك العصا وصارت حية الشعب صار خاطئ، انغمس مع المصريين، نعم، مع شعب فرعون بأعمالهم بنجاساتهم برجاساتهم بكل شيء. لكن لما ربنا بعث موسى ورجع مسك الطرف الحي ورجعت عصا، هون رجع الشعب، رجعوا أخذوا على البرية، رجعوا للخلاص. هذا كان دليل على أنه الشعب هون لما يرجع لعند الرب بيصير مثل العصا، مثل الشجرة مغروسة بالفردوس. وهذا ما عناه اليوم ربنا يسوع المسيح، راد يرجع الشعب اللي فلت من ايد الرب وراح وراء النجاسات والرجاسات والاعمال الشريرة، يرجع يغتني ويرجع يصير شجرة بالفردوس. هذا الجيل الشرير الفاسق يطلب آية لا تعطى له آية إلا آية يونا النبي. ليش؟ آية التوبة. إذا ما تاب الإنسان ورجع لعند الرب، ربنا ما رح يخلص هذا الإنسان. فلهذا بيقول القديس نفسه بيبيننا أنه كان لازم الشعب اليهودي قبل ما يطلب آية من الرب ويتأكد أنه هو المسيح أو هو المخلص ولا لا، لازم كان يدرك أخطاؤه، يدرك أعماله، ويشوف هو شو عمل حتى ما يكون طلبه من السيد المسيح بمكر وتجربة. وإذا كل إنسان بيطلب من الرب بمكر وتجربة ما رح يستجاب له، لأنه بيقول بهوشع يطلبني الأشرار ولا يجدونني، هوشع 5:6. نعم. ولهذا قال لهم كمان تعطى لهم آية، لا تعطى لهم آية إلا آية أو إلا آية يونان النبي. ليش؟ هون تعني آية الصليب، آية الآلام، آية الموت. ما قدم لهم هي آية، قدم لهم الآلام الضرورية وطريق الخلاص حتى يآمنوا. لهذا قال لهم انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيم. نعم أبونا. طيب إذا بدنا نعرف صورة المقارنة بين يونان النبي وبين أهل نينوى والجيل اللي كان بزمن السيد المسيح. الواقع السيد المسيح لا يقارن بأحد، لأنه هو الله ظهر في الجسد، هو الألف والياء، هو البداية والنهاية، هو نور العالم. قال أنا هو نور العالم، اللي هو اللي كان فيه النور وظلمة ما بتدركه. هاي كل أشياء عن السيد المسيح. لكن اليوم راد السيد المسيح يقارن بينه وبين يونان، لأنه وبين أهلنا وهذا الجيل، حتى يبين أنه قديش هو قدم للعالم والعالم ما أدرك هذا العطاء. لهذا لما قال الجيل الشرير، جيل الشرير اللي ترك الله وعمل الأخطاء العظيمة الجسيمة، لما صاح يونان قال لهم توبوا رح تنقلب المدينة، تابوا ورجعوا لعند الرب. وهذا بأيام السيد المسيح جيل شرير أعظم من أيام يونان. ليش؟ لأنه السيد المسيح قدم لنا كثير، قدم لنا كثير وعمل قدامنا كثير أعمال وما أمنوا. لهذا هون صار في خلل. لهذا قال لهم بأيام يونان بصوت واحد رجع الشعب وآمن. أنا أدي صلي معكم، أدي صلي معكم مثل ما قال فيلبس، أنا معك كل هالأيام، لم تعرفني يا فيلبس، من رأني فقد رأى الآب. فلهذا هذا ما قصد اليوم هو أعظم من يونان. اليونان هو نبي كان رمز لشخص السيد المسيح. انطلق يونان من الجوف، من جوف الحوت، والسيد المسيح قام من الأموات، وبكراسة يونان أنقذ نينوى الشعب الأممي، ويسوع ما زال لحد اليوم
عم ينادي للشعب حتى يرجعوا ويآمنوا يرجعوا لطريق الخلاص وطريق السعادة الأبدية. فلهذا ما يقارن، لكن قارن نفسه بيونان حتى يقارن الشعب، يشوف كيف الشعب آمن إيمان البسيط وخلص، كيف الشعب اللي شعب اليهودي اللي بتمسك بالناموس أعمى عيونه وما عارف شو موجود بالناموس ولا آمن بالسيد المسيح. نعم أبونا. طيب إذا بدنا نحكي عن النقاط المشتركة أو الأمور المشتركة اللي أعلنها السيد المسيح وكانت مشتركة بين السيد المسيح ويونان النبي، في كثير أمور مشتركة بين السيد المسيح وبين يونان. برجع بقلكم، برجع بحكي إنه يسوع لا يقارن، لكن ربنا بينا هالأمور مشان حتى يقوي إيماننا ويبين أنه هو منذ الأزل. أعطيهم يا رب المجد الذي أعطيتني أعطيته لي قبل إنشاء العالم، بل هو موجود ومن زمان، الذي به كان كل شيء من دونه لم يكن شيء مما كان. لكن اليوم عم يبيننا أول شيء يونان النبي هو مرسل من الله. نعم. الله أرسله لأهل نينوى حتى يقول لهم توبوا وارجعوا، والسيد المسيح هو مرسل من الآب، مرسل من الآب، هو حكمة الآب وقوة الآب. لهذا قال السيد المسيح إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى بملكوت الله لأن لهذا قد أرسلت. يونان بشرين وبس، يونان بشرين وبس، لكن ينبغي أن أبشر المدن الأخرى بملكوت الله لأن لهذا قد أرسلت. قال كمان طبعا هاي لوقا 4:43، وقال أيضا لم أرسل إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، متى 15:24. المسيح الواحد مع الآب في الجوهر كان يقول الآب أرسلني، من عند الآب أرسلني، من عند الآب أتيت. ففي هذه رسالة سماوية، يونان مرسل من قبل الله، وكأن هذا بالنسبة له موضع فخر وثقة وافتخار واعتزاز، لو كان استفاد من هذا الموضوع، لكن يونان ما استفاد هذا. اثنين، يونان كان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، والسيد المسيح كان بالقبر 3 أيام و3 ليالي. ثلاثة، يونان خرج من بطن الحوت حي، والسيد المسيح خرج من الأموات حي، لكن يونان حفظته العناية الربانية حي بجوف الحوت حتى يبين له أنه الله موجود بكل مكان. لكن السيد المسيح تمم رسالة إلهية، مات بالحقيقة وذاق الموت، فصلت روحه من جسده، ولكن بقوته لأنه هو إله الحياة قام بين الأموات. أربعة، خلص يونان، خلص أهل نينوى من الموت بصوت بمنادات. يسوع خلص العالم كله بعمل الفداء العظيم والخدمة الأبدية. خمسة، عندما طلع يونان من بطن الحوت وخلص تابت نينوى العظيمة، طلع نام وخيم عليه سلخ اليقطين اليقطيني، جلس يونان مبسوط لما ربنا بعث ريح وجفف اليقطيني، حزن يونان. لكن السيد المسيح ما حزن اليقطيني، السيد المسيح له المجد، جلس على جبل الزيتون يبكي على أورشليم لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريد، متى 23:37. فلهذا هاي كل هالأمور هاي كانت أوجه تشابه بين يونان النبي وبين السيد. نعم أبونا، هاي مثل ما قلنا الأمور المشتركة بين يونان والسيد المسيح، ولكن إذا بدنا نجي ونعرف أوجه الاختلاف بيناتن. أوكي، يونان النبي لم يطع كلام الله،
والسيد المسيح أطاع حتى الموت. وكتب بولس الرسول بهذا القول: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. هاي كلمة خلسة كثير عالم بيختلفوا عليها، يقولوا أن المسيح قال ما هو مساوي لله للآب. خلسة يعني هو مو بالسر مساوي، علنا مساوي. إذا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرة في شبه الناس، إذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، في فيليبي 2:6-8. نعم. والطاعة هون، الطاعة هون ما مجرد كلمة مفرغة من المعاني، الطاعة هون داخلها وطريقتها ومدلولاتها هي قوية جدا. عدم طاعة يونان كان أسباب خوف وكرامي، طاعة المسيح كان محبة واتضاع تنازل وهدف لخلاص البشر، وهي فروق جوهرية يقال بسببها هو ذا أعظم من يونان هاهم. نعم. بعدين يونان هرب من وجه الرب وراد أن يبتعد، راد يروح. السيد المسيح جاء بإرادته وحبه ليقترب من البشر ويحررهم من نير الخطيئة. هروب يونان كان فيه أخطاء كثيرة جسيمة لنفسه، فكيف إنسان بيهرب من وجه الرب؟ كيف إنسان بيتخبى؟ كيف إنسان ما بيسمع؟ نعم. لكن سيد المسيح سيد المسيح فكر بخلاص العالم لما قال بالكتاب المقدس: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كيف ما بيفهم يونان أو لا يفهم يونان ما عبر عنه كتاب المزامير؟ كتاب المزامير عبر عن يونان كثير وعن كل إنسان بيحاول يهرب من وجه الرب. أين أذهب من روحك؟ من وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت، وإن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. مزمور 139:7-10. في حين السيد المسيح ما هرب من الموت، لما أجوا يمسكوه قالوا بدنا الناصر، قالوا أنا هو موجود، أنا موجود، أنا هو، ولا من الصليب، حمل الصليب حتى الجلجلي ويهرب من الموت. كان فرحان بالموت، إرادة قوية وحب قوي، إرادة وحب قوي، وقال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. لإله صاحب السلطان مثل ما قال بيوحنا 10:18، إله صاحب السلطان بإرادته طلع على الصليب ومات من أجلنا. خدمة يونان كانت منادات، خدمة السيد المسيح كانت وصية حب ودعوة وتعليم. لما قال يونان نادى بعد 40 يوم تنقلب المدينة إذا ما رجعتم، الشعب خاف والناس رجعت، لكن خدمة السيد المسيح قبل ما يتألم دار العالم كله يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، أعمال 10:38. وخدمة تهتم باحتياجات كل فرد وترعى كل واحد حسب المطلوب له. يونان اهتم بذاته بكرامته بحاله، قال لك شو بدي، حمل حاله وهرب. ايه، ولكن ما كان عم يخشى، ما كان خايف انه رب بدي يكون رحوم. رب بيعرف انه رب رحوم وبيعرف انه ربنا قادر يخلص المدينة، لهذا حاول يتنصل، حاول يطلع من الموضوع كله. لهذا قال: لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب كثير الرحمة ونادم على الشر. لهذا سيد المسيح ما عمل هيك، أخلى ذاته، أخذ صورة العبد، وجد بالهيئة كإنسان، أطاع حتى الموت، موت الصليب. اللي عم تسبحه الملائكة صار واحد منا، وليس بس منا،
صار كأقل إنسان من البشر، ما بيقبلوا أي إنسان أحاله مثل ما قبل السيد المسيح أحاله، عاش فقير بالعالم كله. يونان كرز بمدينة وحدة فيها 120,000 نسمة، السيد المسيح خلص العالم كله بأسره من آدم إلى آخر الدهور. لو أخذنا بالمقارنة العددية فإنه بالتأكيد، لو أخذنا بالمقارنة العددية بالتأكيد منقول أن يكون المسيح أعظم من يونان. يونان أنقذ المدينة أن تنقلب، ويسوع أنقذ العالم حتى ما يحترق. بكرازة يونان كان في وعد بالعقوبة، بكرازة يونان كان في وعد بالعقوبة، قالوا إذا ما رح ترجعوا رح تنقلب المدينة. أما بشارة المسيح السيد المسيح فهي وعد بالخلاص ورفع العقوبة، رفع عقوبة الإنسان، رفع لعنة حواء، رفع لعنة العالم، وقال. وعن هذه البشارة الخلاصية ظهرت الملائكة للرعاة يوم ميلاد الرب يسوع المسيح، لما قالوا افرحوا إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، لوقا 2:11. صارت قصة الخلاص مسطرة بكتاب اسمه الإنجيل، صارت قصة الخلاص مسطرة بكتاب اسمه الإنجيل، معناها البشارة المفرحة. وكم يكون الفرق بين الموت والحياة؟ هذا الفارق هو عظمي، والعظمي هو عظمة السيد المسيح. هذا اللي قال واللي أثبت أنه عن يونان هو ذا أعظم من يونان. ها هنا يونان إنسان ضعيف، إنسان كثير ضعيف، فلهذا هرب من وجه الرب، هرب من العالم، اختبأ، خبى، نزل بالسفينة. أما السيد المسيح، أما السيد المسيح الذي هو بلا خطيئة قال عن نفسه من منكم يبكتني على خطية، يوحنا 8:4. المسيح اللي قال عنه الملاك للسيد العذراء القدوس المولود منك يدعى ابن الله، لوقا 1:35. المسيح الكامل الذي قال لنا كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، متى 5:48. إذا المقارنة غير متكافئة بين السيد المسيح وبين يونان، بمقدار أنه يونان إنسان والمسيح هو الله الكلمة المتجسد. لهذا قال هو ذا أعظم من يونان. سيد المسيح يعتني بالنفس الواحدة، في حين أن يونان لم يعبأ بسكان مدينة بأكمله. يونان قذفه الحوت بأمر من الله، أي يونان احتاج إلى قوة تدفعه إلى الشاطئ، لكن السيد المسيح عندما قام قام بقوة لاهوته، غير محتاج لقوة تطلع أو قوة خارجية تعطيه القيامة، قام بقوته الإلهية، كسر شوكة الموت. يونان لكي يقذف الحوت برات البحر فتح ثمه حتى يطلعوا، سيد المسيح طلع من القبر والأبواب مغلقة، حجر موجود، دخل على العذراء هي بتول، دخل على العلي الأبواب مغلقة، وطلع من القبر والحجر موجود. لهذا بقصة يونان نرى أن الطبيعة تفوقت على يونان بجانبين، جانب الأول في طاعتها لأمر الله، طبيعة أطاعت الله لما هاج الموج، لأن يونان لم يطع. الجانب الثاني استطاعت أن تجعله يخضع لها، وما قدر يتجنبها لما ثار البحر، ما قدر يتجنبها، لهذا قالوا أنا بسبب هذا الحدث صار. لكن السيد المسيح ما بس أخضع البشر، أخضع الكون، أخضع العالم، أخضع الشياطين، أخضع الطبيعة. لما دخل على السفينة مع التلاميذ ونام وهاج البحر وقام وسكت البحر، سكت الأمواج، هدأ السفينة، قال لهم لا تكونوا قليلي الإيمان. الإيمان هو قوة كثيرة. لهذا يسوع قال لهم هو ذا أعظم من يونان. ليش؟ لأنه يسوع كان له السيطرة على العالم وعلى البحر وعلى الناس وعلى كل الكون، لكونه هو الله ظهر في الجسد، هو الله.
آخر شيء يونان كان له دور كبير للتوبة حتى يقدموا التوبة للرب لمغفرة خطاياهم، لكن السيد المسيح هو غافر الخطيئة وحده، غافر الخطيئة وحده، هو قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. نعم أبونا، من بعد معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين السيد المسيح ويونان النبي، إيش نستنتج من الآية اللي قالت رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان؟ الواقع هاي الآية بتعطينا مجال إثبات للشفاعة بالكنيسة. يعني شعب نينوى رغم كل شيء اللي عملوا، لما صرخ يونان بصوت الرب وقال لهم رجعوا رح تنقلب المدينة، ربما خوف، ربما إيمان، ربما إحساس فاق، ورجعوا لعند الرب وتابوا هني وأطفالهم حيواناتهم ورجعوا لعند الرب. هون السيد المسيح عم يعطي كرامة للإنسان المؤمن، قال طوبى الذين آمنوا ولم يروا، طوبى الذين آمنوا ولم يروا، وعم يعطي هاي الكرامة للمؤمن اللي بيصير طريق الكمال، بيمشي طريق الكمال والخلاص، وقام بأمان إيمانه مثل ما أراد الله. طوبى الذين آمنوا ولم يروا، وهم يبين إن الرب دور الشفاعة القديسين. الحق أقول لكم، الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها لأني ماض إلى يوحنا 12. لهذا بكونهم آمنوا بمنادات يونان فقط شعروا بذنبهم، وآمنوا أو تابوا بكراسة يونان شعروا بالذنب، واللي بيشعر بالذنب فضيلي هو، اللي بيعترف بذنبه فضيلي هو. نعم. لما شعروا بالذنب ورجعوا لعند الرب وتابوا ورجعوا عن خطاياهم أعطاهم الله سلطان. شوفوا قديش الشغلة حلوة، لما رجعوا لعند الرب وعاشوا مع الرب وتابوا للرب أعطاهم الله سلطان الحكم على الجيل اللي عاش مع السيد المسيح وصنع يسوع المعجزات قدامه، منهم من شفى العميان عميانهم، منهم من شفى برصهم، منهم من شفى العرج تبعهم، منهم من شفى الأصماء عندهم، منهم من أقام الموتى عندهم. كلنا هذول اللي ربنا عمل شيء خير بحياتهم بدربهم هتفوا قدام بيلاطس أسلوب كلنا هذول اللي ربنا خدمهم بحياتهم التبشيرية صرخوا قدام بيلاطس أسلوبه كافأوه مكافأة شريرة بالنسبة لهم، عم قلبهم شرير. لهذا اللي بيصل للمنتهى بس يسوع دخل على الباب، ذول أهل نينوى لما يسوع فتح الباب بتوبتهم أخذ المفتاح ليفتحوا باب الخلاص ويدخل. فهذول صار عندهم سلطان بإيمانهم برضاء الرب أنه يحاكموا الخطاة اللي ما تابوا بكراز يونان. لهذا لما قال يسوع قال له الغني لإبراهيم بالإنجيل، قال له يا أبت إبراهيم ابعث لهم الأنبياء، ابعث لهم موسى حدا من الأنبياء يبشرهم ويقول لهم عن الإيمان، قالوا إذا ما تابوا بكراز موسى والأنبياء حتى لو بعثت لهم 100 واحد ما رح يآمن. وإذا السيد المسيح بس سكر الباب ما بقى يفيد حدا شيء، لأنه يسوع أعطانا مجال كبير بهاي الحياة. لحد اليوم عنا نفس الشيء، أنا كثير عالم اليوم ربنا يسوع عم يعطيهم علامات ورسالات وتنبيهات، الأمراض، الأوجاع، الزلازل، الحروب، هاي كلها رسائل عند الرب الإله، كلها رسائل. بس إجا اليوم الأخير أغلق الباب، كل اللي آمنوا وعملوا
ما طلب منهم الرب يسوع. وكان زيت، كان القنديل تبعهم مليان بعمل الرب، رح يكونوا حكام، حكام على الذين، على هذا الجيل اللي ما آمن بإيمانه بالسيد المسيح، ما آمن بالأعمال، ما عاش مع الرب درب الكمال، صوم، صلاة، فضيلة، عطاء، عمل خير، محبة، تسامح. فالحالي بيكون الإنسان ما عرف الرب. أما إذا عاش مثل أهل نينوى، آمن واعترف وعاش مع الرب، رح يكون له حق الحكم والشفاعة بحياة الرب، بحياتنا نحن البشر. نعم أبونا، من بعد هاي النقاط اللي حكيناها فيما يخص يونان النبي وأهل نينوى، وإيش العبر والدروس اللي نقدر ناخذها بحياتنا باختصار؟ باختصار، أحلى شيء بحياتنا التوبة، نرجع لعند الرب. درب الرب حلو ولو كان ضيق. أنا وقت اليوم بدي أشعر بصعوبة إني سامح أخي، يسوع على الصليب سامح. وقت بدي أشعر بصعوبة إني حب أخي، يسوع أحبنا حتى المنتهى. إذا بدي أشعر بصعوبة حتى أطيع الرب، يسوع أطاع حتى الموت. ولهذا أهم شيء نحن اليوم نلتزم مع الرب بصومنا، صلاتنا، بطيبة قلبنا، بعطائنا، بتسامحنا. ما نحاول نرمي سهام بظهر بعضنا، ولا نأنب بعضنا، ولا نشلي على بعضنا، ولا نزرع أشواك بدرب بعضنا البعض. نشوف، نتأمل دائما الدرب الصليب، نتأمل يسوع شو عمل فينا، كيف حبنا، كيف سامحنا، كيف عطانا، كيف لهلأ الساعة معنا عم يعطينا. هذيك الساعة الإنسان يقيم نفسه إذا كان هو مع الرب أو بعيد عن الرب. آمين. أمين. تودي ساقي أبونا، تودي لمشاركتكم ولإغنائنا بهاي المعلومات والتفاسير حول النص الإنجيلي من إنجيل لوقا البشير 11 الآيات من 29 إلى 32. تودي ساقي أبونا، إن شاء الله باللقاءات تانية ننتظركم لحتى نتعلم أكثر وأكثر. اليوم كومرنو تهنيوثو لأبونا معاليو مور ثوفيلوس جورج صليبة هاوي لي 43 سنة حسيو كومنو لي أبونا معاليو عيد بريخو وعمره آريخو أبونا معاليو تافو ديلفون صليلو وليشون دعيتهم ليلو كل ميدم دم للبي هو بهدن طبعا ليلو قالوا هو يهب لي حيلو وتودي إليخو غلبي وبشي تودي ساقي الخو أبونا تودي لي حبس خو إيربسو تودي ساقي